السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم إن شاء الله في كيفية استقبال شهر رمضان تغذويا، بالذات مع من ملتزم بالتغذية الكيتونية والصيام المتقطع، قد يعاني لتجنب أن يعاني من بعض المشاكل في شهر رمضان، وأيضا للعموم الآخرين يعني التغذية العادية. أكثر ما قد يواجهنا في شهر رمضان في بدايته من إشكال هو إحنا يعني قد نكثر من تناول الكافيين، تناول القهوة والشاي، فهذا سنفتقده في بداية رمضان بالذات، قد يسبب الصداع والأرق للبعض، فيجب من الآن تخفيف هذه النسبة، يعني نسبة الكافيين على الصباح. فيفترض منا أن الواحد منا ما يبدأ بأول الفجر بشرب الكمية المعتادة من القهوة أو الشاي ويأخر الوقت هذا. كل ما أخر كل ما أنه بدأ يأقلم نفسه على الأيام القادمة هاي لرمضان، قبل لا يجي رمضان الآن عندنا كم من يوم، وإن شاء الله نلحق على أن نخفف كمية الاستهلاك، لأن في النهاية إحنا نبغى نكون في رمضان بكامل قوتنا وصحتنا. إحنا مع الطعام غالبا اللي يمشون على التغذية الكيتونية أو الصيام المتقطع ما يعانون من مشكلة الجوع أبدا، ولا بانخفاض السكريات، هاي المشكلة التي قد يواجهها الآخرين. طبعا الحميات أو الإنسان معتاد على عدم دخول أي التغذية الكيتونية أو الصيام المتقطع وبعد من باب الحيطة والحذر، يعني الواحد يأخر وجبة الإفطار قد ما يقدر، إذا بيبتدي يعني إذا كان متعود يأخذها من الصبح بدري فيحاول يأخرها عشان يكون جسمه يتأقلم على هذا الأمر، ويوم يدخل أول يوم ما عنده أي إشكال في هالناحية هذه. أما بالنسبة للي مو ملتزمين بالتغذية الكيتونية والصيام المتقطع، الواجب عليهم قطع المشروبات الغازية أول شيء هالأيام، خلاص يبتدي قدر الاستطاعة أن يخفف من المشروبات الغازية، يفترض أن يلغيها من حياته أصلا لأن فيها نسبة عالية جدا من السكريات وراح تسبب له مشكلة كبيرة وصداع وخمول كبير في أول أيام رمضان، لما يبتدي جسمه يتأقلم على انخفاض السكر اللي بيحدث له في أول يوم ويومين طبعا. وأيضا الغير ملتزم بنظام التغذية الكيتونية الواجب عليه هالأيام يخفف من السكريات من أكل الحلويات قدر الاستطاعة، وراح يجد نتائجه و يعني ثمرة القطع هالأيام أو التخفيف منها يجدها إن شاء الله حتى في رمضان بموضوع إنزال الوزن وبموضوع التخلص من الإرهاق والصداع، راح يأثر معاه كثير هالأمر. طبعا إذا قدر يخفف من النشويات فهو ماشي، بيكون ماشي بالسليم إن شاء الله. هذا الغير ملتزم بالتغذية الكيتونية. أما التغذية الكيتونية فهم مرتاحين في هالناحية لأن نظامهم أصلا على خفض النشويات والتعامل مع الدهون بشكل إيجابي. وبالنسبة لموضوع وجبة الإفطار في رمضان الملتزم بالتغذية الكيتونية، يجب الواحد أن ينتقي النوع الغذاء المشبع اللي فيه سعرات حرارية عالية، ونفس الوقت كميته مناسبة لا تكون بالكثير. احنا كقاعدة عامة دائما نمشي عليها زين، ان ناكل عند الجوع ونتوقف عند الشعور بالشبع، لكن مع وجبة الافطار في رمضان اصلا بنكون في داخلين في مرحلة الجوع طبيعي، فلازم ناكل الكمية المناسبة بحيث انها ما تأذينا في باقي الوقت لصلاة التراويح والجلسة مع الأهل، فمحتاج الإنسان أن تكون الكمية متناسبة. يعني شو الأفضل لياكله في رمضان؟ يعني في البداية شوربة، فلو الواحد بدأ بالشوربات وكانت شوربة دسمة
معها زبدة أو غيره، يعني غالبا الدهون فيها سعرات حرارية عالية ومشبعة، فلو أخذ معها زبدة السمن غالبا لا يستصاغ في هالأمر. أيضا يأكل تناول البروتين اللي هو باللحوم الموجودة بدون الدخول في عالم النشويات الخبز والأرز قدر الاستطاعة. طبعا تعرفون هذا الشيء غير متوافق مع التغذية الكيتونية. بالنسبة لغير الكيتونيين أتمنى أنهم يبتعدون تماما عن السكريات، لا يبتدي بالعصائر أبدا لأنها راح ترفع عند الأنسولين بشكل كبير، وأيضا ما تخليه أصلا يشعر بطعم باقي الأكل. أنا بالنسبة للسلطات في رمضان بتكون كالاعتيادية، لكن في فترتها ما راح أخليها في الفترة اللي هي فترة الإفطار، راح تكون في الفترة بعد صلاة العشاء، لأن أنا ما محتاج أني أروح أصلي العشاء ومعدتي تكون مرتاحة، ما الألياف ما أباها تكون نشطة، يعني تنشط المعدة أو شيء من هالقبيل. فالكثار أصلاً من الطعام قبل صلاة التراويح قد يتعب الواحد، يعني الأكل لاحق عليه لو أكل كمية وشبع فيها، فيقدر يرجع يكمل أكله الخفيف بعد الصلاة بهدوء، يعني متبقى كمية الأكل تناسبة وشغلات مغذية فيها قبل الأكل قبل الصلاة بعد الصلاة. طبعا بالنسبة للملتزمين بالتغذية الكيتونية أو الصيام المتقطع وماشين وعندهم النزول نزول الوزن والنتائج إيجابية، فينتبهون شهر رمضان قد تتغير عليهم النتائج بسبب السهر، فأتمنى أن هذا الأمر لا يؤثر علينا سلبا، خلاص يعتاد الإنسان على نومه كالمعتاد ويقوم على سحوره ويأكل في السحور شغلات خفيفة جدا، يبتعد عن أي شيء فيه نشويات في هالوقت غير مناسب، لو يأخذ أشياء اللي فيها المغنيسيوم والبوتاسيوم. طبعا بالنسبة لنا يتوافق معنا الأفوكادو ممتاز، اللي غير داخلين في التغذية الكيتونية قد يأكل الخوخ الموز مناسب جدا لهالأمر، فيهم نسبة عالية البوتاسيوم والمغنيسيوم، يعني يشعر بالشبع ويجنب الإنسان العطش، والبعد عن المعجنات في هذا الوقت ويعني والنشويات. طبعا حتى الدهون اللي فيها مع المعجنات مع النشويات والدهون إذا وجدت راح تسبب له عطش شديد في طول اليوم، هذا الغير كيتوني طبعا. أما اللي ماشي على التغذية الكيتونية فما راح يجد هالمشكلة أبدا. أتمنى أن نكون حافظين على منسوب شرب الماء بشكل كافي سواء كيتوني أو غيره، فيكون لا بكمية كثيرة بحيث أن نتأذي في خلال وقت الإفطار، ولا بكمية قليلة أيضا تسبب لمشاكل على الكلى. هذا على عجالة اللي ذكرت الآن خاطرة ومرت وحبيت أشارككم فيها، والله يعودنا على رمضان وإحنا سالمين غانمين، وعنا على قيامه وصيامه واجعلنا من المغفورين فيه إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين.